تحرص إدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة خلال شهر رمضان المبارك على زيادة الحملات التفتيشية في الأسواق والمجمعات التجارية، حرصا منها على الحفاظ على حماية المستهلك والتأكد من حصوله على المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة وبجودة عالية. وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكدت السيدة انتصار عبد العال مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، أكدت أن مملكة البحرين شهدت خلال شهر رمضان المبارك حركة تجارية واسعة وانتعاشا في الأسواق. يشهد حلول شهر رمضان المبارك في كل عام إقبال كبير من قبل القطاع التجاري على إقامة الحملات الترويجية والتخفيضات التجارية وأيضا السحوبات، واللي جميعها يعني لها دور كبير في أن هي تنعش الأسواق المحلية في جميع محافظات مملكة البحرين. وإدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة تعمل على تنظيم الحملات الترويجية والتخفيضات التجارية والسحوبات قبل تفعيلها في الأسواق التجارية المنتشرة. ففي شهر رمضان المبارك أصدرت إدارة حماية المستهلك بالوزارة أكثر من 219 طلب ترخيص للعروض الترويجية في مختلف قطاعات السلع والمنتجات الغذائية، وكان من أهم هذه القطاعات قطاع المواد الغذائية اللي هي حصلت على 72 ترخيص، وطبعا وشملت أيضا على ما يقارب 277 سلعة غذائية.